2020، يعني الذي هو كان يعتبر عام الاستجابة السريعة للتحديات الكبيرة التي يعني أبرزها هذا الواقع الجديد. كان وراء الأمم المتحدة الإنمائية يعمل مع منظمة الصحة العالمية، مع منظمة اليونيسيف والمنظمات الأخرى الأعضاء في هذا التحالف من أجل تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي، وبالتالي أيضا على المستوى القطري في كل الدول التي يعني نعمل فيها سويا، من أجل أولا مساعدة القطاع الصحي للقيام بواجباته وتعزيز هذا القطاع بموارد ذاتية وموارد كبيرة جدا للاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى وفي حجم التحديات بشكل عام. ومن هذا المنطلق يعني قام برنامج الأمم المتحدة للإنمائية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في كل الدول في الإقليم التي يعني نعمل فيها سويا بتحريك بعض الموارد، سواء كانت موارد داخلية تم تحريكها بسرعة شديدة أو موارد كانت متاحة لبرامج أخرى تم تغيير الصيغة البرامجية، وذلك بالتعاون أو بالتنسيق مع المانحين كالصندوق الدعم العالمي جلوبال فوند. فتم تخصيص بعض هذه المبالغ للاستجابة السريعة للجائحة، وذلك لشراء بعض المستهلكات والمواد الطبية الخاصة بحماية الكوادر الصحية مثل أدوات الحماية الشخصية أو البي بي إيز، وأيضا التستينج كيتس أو يعني الأدوات التي يحتاج لها للكشف عن الفيروس، وتدريب الكوادر وغيرها. نحن نحرص أن يكون التدعيم يعني فيه أولا الكفاءة اللازمة وفيه الشفافية وفيه أيضا العدالة في التوزيع. جائحة علمتنا كثير من الدروس، أنه لا أحد يعني يكون في أمان ما لم يكون الجميع في أمان. ويعني الآن ممكن كثير من الدول سوف تستفيد من الشراكة العالمية تحت منظمة الصحة العالمية وبرنامج كافي وغيرها والجلوبال فند، من أجل توفير بعض الجرعات على الأقل ما بين 5 إلى 20% من الجرعات التي يحتاجها كثير من الدول مجانا. ولكن أيضا ينبغي النظر إلى ما بعد هذه التغطية القليلة، يعني 20% لا تمثل أي شيء، وإنما يجب أيضا العمل مع كل الشركاء الآخرين مثل البنوك التنموية وغيرها من الممولين للنظر في كيفية تمويل بقية يعني تطعيم للوصول لتطعيم كل السكان في الإقليم. هذا يمثل أولوية قصوى، وهذا أيضا من أهم مرتكزات شراكتنا مع منظمة الصحة العالمية ومن أهم مرتكزات هذا التحالف.